يسعد صباحكم اكيد مشاهدينا، اهلا وسهلا من جديد، واهلا وسهلا بضيوفنا اللي صاروا موجودين معنا بالاستديو برديس الهواوشه ومارسيل مشربش للحديث عن مبادره المنصه الوطنيه لوقف هدر الغذاء. اهلا وسهلا فيكم وصباح الورد، نورتونا حبيبتي. اهلا وسهلا فيك دكتوره وصباح الخير. صباح الخير مارسيل، واهلا وسهلا فيكم ضمن برنامج جديد. لسه قبل الهواء بنحكي عن مبادره جميله ولطيفه جدا، من وين جاءتكم فكره وجود منصه أو مبادرة خاصة للحفاظ على الهدر من الغذاء؟ والمهم الحلو بالموضوع أنه إحنا بنعمل إعادة تدويره وأيضا الحفاظ عليه بكل شيء موجود فيه. مزبوط، يعطيكم العافية. أولا هلا إحنا طبعا الفكرة أنه كلياتنا بنمر فيها، اللي هو بالمناسبات بالإيفنتات بالأفراح، حتى أمهات في بيوتنا في العزائم الخاصة بصير في عنا أكل فائض أو أكل زيادة. أحيانا في ناس بتستثمره أو بتعرف كيف تتصرف فيه وفي ناس لا. فكنا دائما عم بنفكر في الموضوع. بصراحة العام إحنا كنت في ألمانيا وهم لقيت انهم عم مشتغلين في الموضوع اللي هو الفاقد الغذاء وهدر الغذاء، مش بس هدر الغذاء، في طريقه كثير حلوه وكرياتيف اكثر، اللي هو انه احنا ليش نستنى لما نوصل لمرحله انه يصير في عندي هدر غذاء وانا صير بدي انا مثلا اتصرف فيه او استثمره بطريقه انه ما يكون مهدور او ينرمى في الزباله. انا خليني اعالج المشكله لما هي اصلا قبل ما تكون يعني وهي فاقد او حتى قبل ما تكون فاقد. من هون بلشت الفكره. احنا مجموعه، يعني مجموعه اصدقاء، 5 اشخاص، انا ومارسيل في معنا كمان 3 اشخاص، يعني كنا اصلا من اول بنسعى في الموضوع وبنحاول فيه، يعني بنحاول مثلا ناخذ من فنادق بعد الافراح، من مطاعم انه بزيد عندهم الطعام، بنحاول انه احنا نوزعه بالطريقه اللي بيشتغلوا فيها يمكن كثير ناس، حتى في كثير جمعيات واشخاص متطوعين بيشتغلوا بهي الطريقه من زمان. فقلت لهم يعني اتفقنا انه احنا رح نشتغل طريقه مختلفه، انه احنا بدنا مش بس الهدر، حتى الفاقد احنا نعالجه، مش انه مثلا انه نحاول انه نخففه او كذا، لا احنا بدنا نعالجه لحتى يوصل ل0%. الفاقد هلا وين ببلش؟ ببلش هو اصلا من المزرعه، يعني انت من المزرعه للبيت هو انت في عندك سلسله قيمه، يعني او اللي هي سلسله الامداد لحد ما يوصل للبيت. اول شيء الفاقد هلا لما يطلع الثمر بالمزارع، مش كل الثمر بيكون مستوي، لا مش انه مش كل ثمر بيكون صالح بيكون على الارض، قصدها انه في شيء دايف يعني مش كل ثمر بيكون انه هو ناضج يعني بشكل صالح كامل انه هو يدخل على السوق ينباع في السوق او بيكون مثلا يتقدم او انه للتصدير. هذا غير انه بيكون في احيانا في ثمار بتنضج بكير فبتسقط، يعني اصلا بتكون واقعه في الارض. مرات هاي الثمار او هاي يعني مثلا نحكي عن عنب مثلا، عن مشمش مثلا، الشغلات الخوخيات وحتى البندوره، يعني كثير كثير شغلات. هلا هاي مرات ما بيستثمروها او ما بيعرفوا حتى انهم كيف يتعاملوا معها. احنا بمبادرتنا في عنا فرق متطوعين من مختلف المحافظات، كل حدا في منطقته، طبعا بالتنسيق مع المزارع بيروحوا شبابنا على المزرعه بشكل تطوعي، يعني بياخذوا هاي الثمار اللي غير صالحه للسوق او للبيع او هي اصلا بتكون واقعه وبيحولوها لمنتج ثاني، ممكن يدمجوا منتجين مع بعضهم، ممكن يعملوا فيها شيء جديد، ممكن تنباع، ممكن بدها تتوزع. هلا برضه حكي يعني ممكن هلا اثناء نقلها للمحلات يسقط بعض كمان بتكون سوق نقل، سوق تخزين في البيت، برضه سوق تخزين، فبتكون مثلا بتتخزن بطريقه خطا فبصير فيها فاقد. هلا احنا عشان نحاول نخفف من هذا الموضوع، الشيء اللي احنا اوريدي بلشنا فيه، يعني انه كنا عم نعمل برامج توعيه وتثقيف لسيدات البيوت، للاطفال اليافعين، لطلاب الجامعات، وبلشنا كمان نعمل دراسات وإحصاءات، يعني مؤشرات دقيقة لكل شيء بشكل منفصل. إحنا بلشنا فيها واستل عم بنكملها هلأ حاليا، وفي طبعا شغلات كثير ما شاء الله عليك. طيب خلينا نشارك مرسيل معنا بالحديث. نصبح عليك وأهلا وسهلا فيك معنا بيوم جديد، وأنا مبسوطة كثير أنه إحنا معكم صراحة، عشان إحنا كمان نلجأ للتثقيف المجتمع حتى سيدات المجتمع. احنا بنعرف احنا الاردنيه لما بنطبخ بنحب نطبخ بكرم وبنزيد ما شاء الله، بنحب نطعم الحارس والجيران، يعني احنا شخصين ثلاثه في البيت فبنروح نعمل 3-4 كاسات رز، بنروح نعمل كذا. هاي الاشياء حتى لما بتروح بتشتري خضره وفواكه ويعني نواقص البيت، ما بتروح بتشتري الكميه اللي انت بدك اياها، مثلا 5 حبات 6 حبات، احنا بنشتري بالصحارات وبالاشياء فهي بتخرب. انت حتى بتلاجتك في البيت، في اشياء بأغراضك، لما أنت حبة فواكه بتخرب بالمجموعة، إذا أنت ما بتتفقديها دائما في بيتك أنت خسرت كل اللي بتلاجتك اللي. فهذا الإشي اللي إحنا عم نحاول نشتغل عليه، التوعية، نعطي تثقيف أشياء، أنه نحاول جدا نختصر الهدر في الغذاء.
فهي كانت الفكرة الأساسية إنه كيف إحنا نحافظ عليها، حتى المطاعم إنه نصير نتعامل معها، قاعات الأفراح إنه كيف إنه إحنا حتى الأكل الزيادة هذا إن إحنا هاي العادة إنه لما عيد عن الشرع الجميع بالعزوات حتى بالأفراح الأكل اللي بيزيد من إحنا من ودي بالضبط. فعندك بالمطاعم كمان عندك فاقد كتير، فإحنا لما نعيد البرمجة ونعيد إنه تأهيل هاي الأطعمة يكون في ناس مختصة لإعادة تبلورة هاي الأشياء ونعطيها ونأمنها للفقرة، حتى زي ما حكت في عنا فاكهة وفي عنا أشياء حتى لو إنها لو إنها عم تخرب أو لو إنها مستوية ممكن نعملها أشياء حتى للحيوانات، مش بس شرط للهاي. فعندنا أشياء كتير ممكن نتعامل فيها ونتساعد فيها لأنه نوقف هذا الهدر من الغذاء يعني صراحة. طب آلية التعامل مع الأشخاص اللي عندهم كميات كبيرة من الأكل خاصة أكل يعني يوم الثاني الثالث ما بنقدر ناكله بنكون خلص يعني إحنا لأنه عم نعمل زيادة نتخلص منه للأسف. فأنتوا قديش في سرعة لازم يكون بالتعامل والتواصل مع الأشخاص؟ بدنا تدريب وبدنا تثقيف وبدنا نعمل على الدراسة ثلاث بيوت يعني الأكلة زادت بنخليها ثاني يوم بعدين ثالث يوم بصير بدنا نفكر كيف نخلص منها فيها للأسف. فإحنا هاي الأشياء كلها ممكن نستفيد منها عم نعمل على تطوير المشاريع والمواضيع. إنه التثقيف هذا أول إشي، نعطي دورات إن عندنا متطوعين كتير ومنحب كمان متطوعين كتير يدخلوا معانا عشان هاي الكميات كلها تتعاد نعيد بلورتها نعيد تشكيلها. في مختصين بفحصوا الغذاء اذا هو صالح للاكل، بتعرف الدنيا شو يمكن اي طبعاً. شغله ممكن انت لا تعمل زي ما حكيت لك هي من مزرعتك للبيتك. احنا هيك فقدنا كميه كبيره، طريقه النقل، طريقه حطها بالصناديق، طريقه صحيح. تخزينها، طريقه صحيح. نقلها، هاي كلها احنا عم نفقد كميات كبيره للاسف. والمشكله للأسف. ما عندنا امكانيات احنا غير يعني احنا عم نعتمد على وضعنا الشخصي وعلى ناسنا اللي حوالينا والمساعدات اكيد. طيب هلا انه كمان بتحكي بنشتغل على يعني بس انتم مجموعه كبيره قد عدد المبادرات هم اصلا صحبات احمد يعني مارسيل انت لا تنسى انه احنا صحبات من وراء تجمعاتنا وطلعاتنا حلو. للمطاعم طلعت هاي الفكره هي فكره نبيله وجميله للحفاظ على الهدر من الغذاء وزي ما حكيتي بدايه حديثك عن الفاقر من الغذاء. اول شيء احكي لي قد ايه عددكم الان، قد ايه صرتوا، واحكي لي عن البرامج اللي شغاله الان على ارض الواقع. هلا احنا عددنا زي ما حكيت لحضرتك احنا كمؤسسين خمس اشخاص اللي احنا اسسنا المبادره اصلا، كمتطوعين يعني اراوند الخمسين نحكي لانه كافه محافظات المملكه المحافظات نعم يعني في محافظات بكون فيها خمسه في محافظات بكون فيها سبعه يعني هلو. حسب نحكي برضو الفكره كفكره اصلا لسه جديده يعني لسه جديده وبتعرفي نحن برديس للاسف يعني بنستحي او بنخجل نعطي اكل احنا اكلين منه حقيقي. يعني بالعاده لما انا بدي اعطي اكل بدي اعطيه كامل بدي اعطيه مش ناقص منه اي شيء وباحسن حله زي ما بنقول فبتزبطوا الوضع بتزبطوا الامور. هي هاي النقاط اللي احنا مثلا احنا فكرنا لما احنا بلشنا من نعمل المبادره وسمينا يعني رح اقول عن سبب تسميتها المنصه الوطنيه لوقف هدر الغذاء. اولا سميناها المنصه الوطنيه لانه كان هدفنا انها تشمل الوطن يعني هي منصه الوطن يعني احنا كلياتنا اصلا اعضاء فيها، ست البيت هي موجوده معنا والطالب موجود معنا والعامل موجود معنا والمدرس كلياتنا. احنا عملنا فورم بيقدر اي حدا يعني يعبيه ويكون موجود معنا بياناته عنا بمنطقته، يعني مش انه بدك تيجي تجتمع انت بقربة تيجي على عمان، لا كل واحد بمنطقته واحنا بنروح لعندهم. هلا بالنسبة لموضوع اللي هو زي ما حضرتك تفضلتي انه احنا عندنا يعني ثقافة العيب شوي اللي هي ما بقدر اني انا اعطي شيء انا اكلته او زاد من اكلي او حدا حتى يقبله. هلا حتى هاي النقطة اللي هي اضافة لهذا الموضوع انه حتى هو طريق نوعية الاكل وين تتصنف وين تروح يعني هذه كانت احنا يعني يعني عم نشتغل فيها جديد، حتى هاي احنا عم نثقف فيها لانه مثلا في عندك مثلا بقايا طعام احيانا بتكون غير مناسب انك تقدميها للاسر يعني طبعا فهي ممكن تروح محتاجه ممكن يعني. تروح اعلاف اسماك مثلا جميل. يعني على دراسات يعني بكم يعني او حتى زي ما ذكرت الحيوانات نعم. احنا طبعا احنا في عندنا مزرعه كلاب بنبعث لها يعني الطعام الموجود روعه يعني اللي بيناسب طبعا للحيوانات. بس انه مثلا حتى في مثلا عندك اعلاف الاسماك كمكونات اذا بنرجع لمكوناتها وحتى الاشخاص اللي بيشتغلوا بهذا الموضوع
انه في مثلا نسبه البروتين والماده العضويه هي اصلا ثمنها غالي جدا، احنا ممكن ناخذها من وين؟ من الفاقد والمهدور من الغذاء، فاحنا هيك اصلا بنوفر ماليا يعني اقتصاديا على اصحاب المشاريع او المستثمرين. جميل. وبنفس الوقت هذا الفاقد او المهدور ما بيروح بطريقه خاطئه. يعني هو لا يصلح يتقدم للاسر، فاحنا لا بنستخدمه حتى بطريقه كثير فعاله، وبتكون ممكن مثلا يعني لو الموضوع مدعوم بشكل افضل ان شاء الله انه بصير مثلا تدعم الاتفاقية مع هذا المستثمر انه الفلوس اللي بتكون تشتري فيها هاي المادة ممكن يعملها دعم مثلا للمنصة او للأسر اللي بتتعامل مع هالمنصة. اكيد. في بس نقطة بدي اضيفها، يعني انا بحب اني احكيها، انه احنا في عنا في مبادرتنا احنا في عنا 7 مشاريع يعني للمنصة. ال7 مشاريع هي تحاكي الذكاء الاصطناعي، راح يتم تطبيقها ان شاء الله يعني بالتعاون طبعا بعد ما اطلقت وزير الزراعة مبادرة وقف هدر الغذاء بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة، فان شاء الله راح يكون تم تنفيذها. هي مختلفة وتحاكي الذكاء الاصطناعي، وراح تكون يعني ان شاء الله اذا احنا هلا بنحكي الامم المتحدة حط هدف انه 2030 يكون في عنا وصلنا لانه نقصنا هدر الغذاء بنسبة 50%، احنا بنحكي ان شاء الله نوصل لحتى 0% اذا طبقت هاي المشاريع بشكل فعلي. أكيد. ان شاء الله هي حسب تعدية العوائق، انت بتعرف كل مشروع فيه له عائق طبعا، اكيد في تحديات وصعوبات واجهتكم يعني. فعنا احنا الثقافه والامور الماديه زي ما تكرمت هي، اذا كان هناك في دعم كبير احنا بنشتغل اكثر وبنساعد اكثر وبنطور حتى في بلدنا، هذا الإشي حلو لنا طبعا، فهذا الإشي اللي بنشتغل عليه كثير كثير إشي حلو اذا بنلاقي دعم ثقافي، هذا اللي بدنا نشتغل عليه اكثر، ودعم مادي. كيف بتتواصلوا مع الاسر المحتاجه؟ ببعثوا لكم انتم مثلا بتروحوا؟ والله زي ما حكيت لك هي عندنا متطوعين كثير كثير، فانت ناسك اللي حواليك كلهم لما بيعرفونا اصلا احنا شغالين على هذا الموضوع كلهم بيلجؤونا لهي القصه، احنا بندور عليها. حتى الشفات اللي موجودين بالمطاعم، هذا هو الشيء اللي احنا بنشتغل عليه. في مثلا صفحه لكم لحتى يقدروا يتواصلوا معكم؟ طبعا طبعا. تحكي لنا اسمها لو سمحتي. هي اسمها المنصه الوطنيه لوقف هدر الغذاء. هلا زي ما حكيت لحضرتك قبل شوي انه احنا في عندنا سهلنا شوي الموضوع اللي هو عن طريق الفور، وحتى في كمان احنا عندكم صفحه على الفيسبوك انستغرام طبعا، هي اسمها على المنصه الوطنيه لوقف هدر الغذاء. تمام. برضو احنا في عندنا غير عن تفضلت فيه مارسيل، احنا صح انه فريقنا يعني هلا اذا عم نحكي بالمحافظات فهم لما يكون شباب المنطقه نفسهم بكونوا عارفين فهم كل واحد ادرى في منطقته بالزبط. وبعرف يعني وين يودي يعني وين الامور لميل مستحقها. برضو في عندنا اضافه بعمان كونها عمان كبيره يعني، او مثلا بحاجه انه فيها فائض اكثر، الفنادق تركز فيها، المطاعم الكبيره تركز صح. فيها فيكون فيها فائض اكبر طبعا، فاحنا برضه بننسق مع الجمعيات الخيريه، يعني احنا في عندنا جانب بننسق فيه مع الجمعيات الخيريه. جميل. هلا بس في هيك جزئيه بجوز جذبتني من خلال حديثك، كيف كانت ردود افعال الناس، الاسر، العائلات لما تيجي عليه تقول له انا بدي الفاقد او اللي زايد عن حاجتك او اللي تم اتلافه اعطيني اياه انا بدي استفيد منه؟ هلا بالنسبه للاسر احنا ما وصلناش لهي المرحله يعني، الا اذا هو يعني هلا احنا بنعمل ورشه مثلا ورشه توعويه، إذا ربة الأسرة كانت هي مبادرة حابة تكون معنا متعاونة أوكي. هلأ إحنا كنا بنواجه أصلا مشكلة بأنه إحنا لما نحكي لهم أنه مثلا خلوا الاستهلاك بحجم يعني الشراء بحجم الاستهلاك، بنواجه هاي المشكلة أنه عيب ما بصير كيف أنا بدي أعمل، كيف مثلا بدي أنا أقلل أو كيف أروح خاصة بالمحافظات أنا كيف أروح أشتري كيلو لحمة مثلا ما بزبط، فهي هاي مشكله الثقافه شوي كان بتواجهنا انه حتى انهم يخففوا استهلاكهم ثقافه العيب كانت موجوده. بس بنفس الوقت عشان نحكي عن الاستجابه احنا لقينا استجابه عاليه جدا من اليافعين. بس شوفي ممكن يكون في هدر بالمطاعم بالفنادق، بس أكيد. بحس بالعيال ما بيهون علينا صراحه نرمي اكل يعني، احنا كأمهات مش بسهولة بالكميات ممكن بس برضه لو الكميه كميه الشراء بس ممكن احنا بنفس اللحظه نتصرف نعطي للجاره نعطي للحارس زي ما قلتي نعطي بجوز بعض يعني في ناس ما بتتقبل انك انت تعطيها شيء من عندك كمان، فهذا الإشي هلا عن طريق التلفزيون عن طريق الدورات عن طريق الناس عن طريق الحديث هذا كله بتناقض يعني هذا ستي بصير اسهل يعني.
يعني عليكم دور كبير اللي هي من ضمن الحملات التوعوية والتثقيفية للناس. بالزبط. انه انت بس بدك بطاطا لا تشتري بوكسة بطاطا، ودي البطاطا بتضل ما بتخرب بتدور خيار الخيار البصل الاشياء اللي بالزبط. ممكن انه تاخذ منها كميات كبيرة، خذ على قد حاجتك واستثمره، واذا زاد ما هو كمان احنا عندنا فكر انه احنا كل ما اخذنا كمية اكثر كل ما كانت ارخص، وفرنا عرفت وفرنا. لا هاي المشكلة السحارات، يعني انت عارف هلا الناس اللي بالشوارع وكذا ببيعوا بالسحارة، بقول لك بدي اخذ منك كيلو، يلا باخذ السحارة كلها. يلا خليها الا بكره ما ناكلها الا بعد ما ناكلها، فبتصفي قاعده عندك بالثلاجه، بتصفي بتمسكها بتحطها في زباله للاسف. فهي هذا المأساة اللي احنا عم نعيش فيه. فاحنا في عندنا ناس كثير بحاجه لهذا الموضوع، حتى اذا بدنا نحكي بالحيوانات بالعكس هذا إشي كتير حلو اللي بيربي حيوان طبعا. واللي بحس فيه أكتر إنه هاي الأشياء مفيدة للبشرية وللحيوانات ولكل إشي. الهدر لحاله احنا عندنا كميات مخيفة بالمطاعم، احنا مجرد المطاعم هذا اخر النهار شوف قديش كله كله تم اتلافه للأسف يعني على أرض الواقع موجود 955 ألف طن يعني غذاء مهدور كل عام للأسف كتير. يعني أكيد هذا قديش مثلا نسبة مياه، إحنا هلأ العالم كله عم بيعاني أمن غذائي مناخ بيئي طبعاً. مشكلة مياه في العالم كله مش بس إحنا عنا صحيح. وإحنا أصلا أوردي مصادرنا محدودة فعنا مشكلة على يعني تعليقا على سؤال حضرتك عشان بخصوص موضوع المطاعم هلأ هو إحنا ليش لما قبل شوي حكت مارسيل إنه إحنا حتى بنتابع مع المطاعم، المطاعم بشكل يومي في عندهم غذاء مهدور أو إحنا مناش نحكي مهدور إنه يعني بفيض، احيانا بيكون مش مستخدم لانه مثلا المطاعم اللي نحكي عندها الكواليتي عاليه وبتحافظ على جودتها بالزبط. يعني مثلا عملوا نظام البوفيه يس السلطه مثلا 3 ساعات هم عندهم سواء يعني تقدمت ولا تم اتلافها صحيح يعني برضو اللحمه الرز فهم ما يعني هم اللي بيكون عندهم مثلا كواليتي معين ماشيين عليه عندهم نظام معين. هلا هذول بدهم يضلهم ستاندرايزيشن مثلا ماشيين بنفس الريتم تبعهم، فاحنا مثلا احنا شبكنا يعني اكيد يعني التشاركيه حلوه طبعا. ويعني لازم يكون هناك دعم من كافه القطاعات من المطاعم بالزبط. من الاهالي من الاسر، كل شكر لكم على مشاركتنا بهذه المبادره شكرا. الجميله شكرا. واكيد الكل لازم يحافظ على الغذاء ويحافظ على الماء ويحافظ على البيئه وعلى المناخ، مبادره رائعه وجميله، كل شكر لكم وصباحكم سعيد واهلا وسهلا فيكم ضمن برنامج جديد. اهلا وسهلا فيكم.